سامعوا؟ يا الله سامعوا 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 سامعوا. اهدى حبيبي اهدى شوي، خلص لا تبكي لا تبكي. هاد ليش عم بيبكي كل هالقد؟ معقول يكون جوعان؟ رفيف نحن ما منقل له هاد، لأنه بصراحة في إله اسم. خلص خلص اسمعين قصدي سمعوا. طيب رفيف عطيني يا شوي، تعال حبيبي تعال 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 تعال. خلص خلص لا بقى تبكي يا عمري. دخيله يقبرني هالوش مثل القمر. لما حملته سكت فورا، معناته الولد ما حبني. برافو عليك برافو. سمعوا يلا نام جان. أنا برأيك ما رح أكون أم منيحة؟ يا الله معقول عم تحكي هيك لأنه سمعوا بكي معي؟ كل الولاد بيبكوا بيفيقوا بياكلوا وبيصير عندهم غازات وبيوسخوا تحتهم وبيبكوا كل الوقت، يعني ما في طريقة تعبير عندهم إلا أنهم يبكوا، هذا الشي اللي بيعملوه كل الوقت. لك دخيله أنا الحلو. اسمعيني برأيي أنت رح تكوني أم كتير منيحة، لا تخافي. سمعوا انت نمت؟ ليك ليك ما احلى. شفتي ما احلى؟ يو يو يو. سمعوا سمعوا برافو يا بطل برافو. شوف شو عمل، مو معقول هذا اللي عمله. فيني افهم على شو عم تضحك هلا؟ عجبك اللي عملته فيني، بهدلتني على الاخر. ما تواخذيني بس ما قدرت امسك حالي. رفيف روحي روحي بدلي ثيابك، خلاص انا بنظفه هلا. لا سمع ولا يهمك، صار بدي حمام فورا. ولك أزعل؟ سامعه؟ لك أنت شو عملت برفيف؟ عمل مني مسخرة هالولد الفصعون. يضربوا الولاد وقرفون. رفيف ايه؟ هيك هيك حطي ايدك تحت راسه. ايه طيب أه. ماشي هيك تحت راسه هيك تمام تمام يا عمري. شوي شوي شوف كيف سكت، قدرت سكته. ليكي لا تسدي حالك وتفرحي فورا، يمكن بعد شوي يصير يبكي. انا رح اقوم شوف الباب. يا روحي شو مرحبا كيفو سمعوا؟ منيح منيح. نام يا تعال حبيبي انا اجي. هاتي يا روحي يا روح خالتك انت، استقتلي مثل ما استقتلك وانا استقتل. اخذ ببرونتو وبعدين غيرنا له الحفاض وغفي. منيح كتير شكرا لك. مو هذا قميصي اللي لابستي؟ كيف؟ ما بعرف انه قلك فكرته لخالي مديحة. ايه معك حق، انا حاطة اغراضي بغرفة خالي مديحة، ما رح اخلص من القرف اليوم. اصحي هلأ صارت ريحتي عليكي وقد ما تحممتي ما رح تطلع. لك سمعوا عملة عليها ولهيك راحت لبست اول قطعة طلعت بإيدها. شو؟ عم تقول عملة عليها؟ لك ايه؟ طالع لأبوها الأزعر ومهضوم مثلي يا روحي. أنا رايح لحتى أفتح الباب. طيب يا روحي يا روحي أنت دخيل هالوش. أنا أهلين أمي. جان يا روحي أنتوا ليش ما بعتوني على السوق من قبل لك ابني؟
لو تعرف شو اشتريت. كل اللي جبته طلع ماله طعمة. هاي خلصت شغله ورجعت. ناجية تعي خدي هالكياس من ايدي. ناجية تركت الشغل. اخ رح قوم بدله لسامعه، تيابه موسخين وعرقان فيهم، وفوق منها غرقان بريحة البرفان، بلا ما يصير عنده حساسية. امي وينه جدي اسماعيل؟ جدك تركته بالسوق، نحن ما عم نحكي مع بعض، نزل من السيارة بنص الطريق، رح ياكل برا وبعدين بيجي. أهلين وسهلين خالة مديحة. تعرف ناجية مالها موجودة بالبيت، بس في عندي كنتي الغالية. شو قصدك خالة مديحة؟ رح نفوت أنا وياكي على المطبخ، حماتك كتير بتحبك. على المطبخ؟ ايه، أرجينا مهاراتك بالطبخ والنفخ حبيبتي. يلا لشوف بوشك على المطبخ، نحن كتير حابين ندوق طبخك اللي بيشهي. يلا لشوف تعي، خلينا نبلش بتحضير العشاء من هلأ. هلأ هيك رح تصير حياتي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.